تم التقديم ديالو اليوم عند السيد وكيل العام المالك وتحل التحقيق بالغرفة الثانية. التحقيق ما استمعوش إلى المتهم، غيستمعوا له، غتكون المواجهة نهار 16 ما إن شاء الله 6 أكتوبر. كاين شي اعتراف ديال المتهم؟ ما نقدرش نجاوب على هذا السؤال. هذا شحال ديال الضحايا؟ حاليا كاين 6 المشتكيات. أنا الصراحة اللي نقدر نقول من المنبر هذا هو رسالة للآباء والأمهات أننا خصنا نبداو نهضرو مع ولادنا ونوعيوهم بهادشي هذا، لأن هاد الجرائم اللي كتوقع فحال هذا يعني ربما حنا كآباء ولا كأمهات ولا كأولياء ديال هاد القاصرين ولا هاد الأطفال ربما عندنا واحد النوع ديال غنقولوا مسؤوليه، لان ربما حنا ما واعيناهم شي هادشي. هذا راه خصو العيال يعني منذ الصغار وحتى في المدرسه ولا في الدار خصو الواحد يوعيهم بهادشي هذا، وما بقاوش هاد القضيه ديال الحشومه. انا الحشومه هي اللي وصلت لنا هاد القضيه. لو ما كانت شي حشومه في الاول على الاقل كانت ما نقولوش هذا، ولكن ما كانوش يكون العدد ديال الضحايا بهذا الرقم هذا اللي وصل حتى لسته حاليا. الله اعلم شنو غيكون في المستقبل. هذه هي الرساله اللي نقدر نقول. المتابعه فيها هاتك عرض قاسم استماع للعنف مع هذا الضرب ديال التشديد ديال انه هو كانت عنده سلطه على هاد الاطفال هادو. كذلك كاين حتى المهم ضرب تشديد اخر. اذا ما تمتثلوش بحقه شنو العقوبه اللي هاد المتابعات تقدر توصل العقوبه ديالهم حتى 30 سنه بظروف التشديد. بظروف التشديد اللي كاينه حاليا يعني اللي قلنا هذا اللي كاين. كنعاود الرساله ان الاولياء الاباء يوعي ولادهم يعني من الصغر يشرحوا لهم هذا الشيء هذا كان باش ما نعاودوش نسمعوا جرائم بحال هكا لا في طنجه ولا في اي مطايخ.